السلام عليكم. ساعات في ملف الوورد بتحصل حاجات غريبة، فتلاقي مثلا هو وقف هنا وما كملش بقية الصفحة، وعملت دوس ديليت في الفراغات هنا مفيش حاجة بتظهر. فساعات كتير جدا بتحصل كده، ان في ملف الوورد في حاجة بتحصل عجيبة مش قادر تفهم ايه اللي بيحصل. ففي حاجة هنا اللي هي شو هايد العلامة ديت اللي هي باراجراف ماركس، دي بتفهم ايه اللي بيحصل. في هنا حد حط او عمل بيج بريك، يعني قسم الصفحة، فانا كل اللي انا اعمله ان انا اعلم على البيج بريك ديت وامسحها. تمام، في بيج بريك تانية امسحها، بيج بريك تالت. تمام، فبتقدر تفهم ايه اللي بيحصل. لو في حاجة سبيشيال بتظهر لي هنا، هنا بيظهر لي هي المحاذاة على اليمين ولا على الشمال، بيوضح لي ايه اللي بيحصل في قلب ملف الوورد، عامل لي مشكلة. تمام، فاي حاجة انت بتعملها، يعني مثلا تعالى هنا وقول له انا عايزها ناحيتي، فتلاقي الشكل ده بقى بيقول لك ان في هنا دي اخر الصفحة. لو انت عملت مسافات مثلا، هنا مثلا عملت مسافات، هو بيبدأ يتحرك مع المسافة ديت، والمسافات بيدالك نقط عشان تفهم برضو ايه اللي بيحصل. تمام، فالعلامة دي يعني لما تدوس عليها تاني بتختفي، بس بتشرح لي ايه الفكرة من ان في حاجة غريبة في النص، ان انا مش عارف اعمل محاذاة، ان انا في فراغات، في اي حاجة بقدر افهمها لما افعل الأداة شو هايد باراجراف ماركس.